وأترك لكم هذه الشريحة الأخيرة التي فيها بعض المصادر التي أزكيها للاطلاع عليها، قد تكون هناك مصادر أخرى جديرة أيضا بأن يستفاد منها، لكن هذه هي المصادر التي اطلعت عليها واعتمدت عليها وأزكيها لطلبة العلم وللراغبين في التعرف على هذا الموضوع. نعم، يعني هذه الكتب فيها في صدارتها كتاب شيخنا العلامة المحدث الجليل الشيخ سعيد ابن مبروك القنوبي، كتاب الربيع ابن حبيب مكانته ومسنده، رغم اختصاره لكن فيه فوائد جمة، فيه بعض هذه الشبهات والرد عليها، وإن كانت لم تعرض في سياق الرد على الشبهات وإنما في سياق الاحتجاج لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك ندوة عقدت في عام 26/400 في يعني كلية الدراسات الإسلامية في دبي، وطبعت أبحاثها تحت هذا العنوان: الحديث الشريف وتحديات العصر. الأبحاث جملة من الأبحاث أبحاث قيمة جدا، وكانت أسبق من غيرها في تناول جملة من الموضوعات التي أثارها المشككون وأصحاب هذه الأباطيل لاحقا. كتاب القرآنيون وشبهاتهم حول السنة أيضا كتاب قيم، ويركز على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وشبهاتهم حول السنة، واستعرض تاريخهم واستعرض أماكن وجودهم وكيف نشأت هذه الحركة. أيضا لا غنى لطالب العلم عن كتاب الدكتور مصطفى السباعي والسنة ومكانتها في التشريع، رغم قدمه واختصاره لكنه لا يزال مشتملا على كثير من المنافع والفوائد، وأنفع منه هو كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. هذا كتاب قيم جدا ويزيد على 500 صفحة، لكن يعني لا تستطولوا لأنه ينقل نص كتاب أبو ريا الذي يرد عليه أضواء على السنة، يرد على ينقل النص ويتحقق منه ثم بعد ذلك يرد عليه، فالكتاب غاية في الأهمية. كذلك كتاب دراسات في الحديث النبوي كتاب مهم ومفيد للغاية، أنا استفدت من هذا الكتاب ومن الكتب التي بعده. السنة النبوية حجية وتدوينا محمد صالح كتيب، ليس بكثير لكنه في صلب الموضوع، لا سيما في قضية الكتابة والتدوين والتصنيف وجهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته وجهود التابعين ومن بعدهم. الكتاب نافع مفيد للغاية رغم اختصاره، فمن كان على عجلة من أمره فيمكن له أن يطلع على هذا الكتاب. أيضا كتيب للدكتور أحمد السيد تثبيت حجية السنة ونقض أصول المنكرين، كتيب نافع، وله أيضا في بعض كتاباته الأخرى أيضا تعرض لنفس هذه القضية. زخرف القول كتاب مشترك بين الدكتور عبد الله العجيري والدكتور فهد العجلان، المقالات الأولى، هو الكتاب يعني في زخرف القول مفيد نافع، لكن ليست كل المقالات متصلة بالسنة، وإنما المقالات الأولى منها متصلة بالسنة وسبكها سبك متين أيضا، فهي بإذن الله تعالى نافعة مفيدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.